أكبر منه ب4 سنين وطلبت إيده للجواز على الهواء. قال لها الشعر قدام الجمهور وحبها من أول نظرة. اتجوزوا رغم فرق البلد والسن وبتحاول ترضيه بكل الطرق. نقطة الخلاف الوحيدة بينهم الأكل السوري. قصة حب وفاء الكيلاني والفنان السوري تايم حسن وحقيقة انفصالهم عن بعض بعد 7 سنين جواز. اتصدرت الإعلامية وفاء الكيلاني الترند على السوشيال ميديا بعد تصريحاتها الأخيرة عن علاقتها بتايم وكلامها عن الإشاعات الخاصة بانفصالهم عن بعض. فيا ترى إزاي بدأت قصة حب تايم حسن ووفاء الكيلاني وإيه حقيقة انفصالهم عن بعض؟ قصة حب وفاء الكيلاني وتايم حسن بدأت من لقاء بينهم في برنامج الحكم عام 2014. وقتها طلبت وفاء من تايم إنها تستضيفه في البرنامج بتاعها. وافق تايم ورغم إن وفاء معروف عنها إنها شديدة مع ضيوفها وبتحرجهم بأسئلتها لكن كانت لطيفة جدا مع تايم. قدمته للجمهور بطريقة مميزة وقالت عنه في بداية الحلقة معانا جنت للشاشة العربية. محبته في قلوب الناس متشالة ومعجباته بيموتوا في وسامته شايفينه سيد الرجالة. اتكلمت مع تايم بهدوء وكان باين إن في بينهم كيمياء وإعجاب متبادل. اتكلمت مع تايم عن علاقته السابقة وزواجه من الفنانة السورية ديما بياعة. وأثناء كلامهم قال إنه في مرات كان بيستخدم الضرب مع الأنثى لكنه أدرك غلطه بعد كده وطلبت منه وفاء يوعدها إنه مش هيكرر ده تاني. مش بس كده، ده كمان اتكلمت مع تايم وقتها عن مواصفات شريكة أحلامه وسألته لو واحدة طلبت ترتبط بيك هيكون رد فعلك إيه؟ ولما اتحرك تايم وما قدرش يرد كررت سؤالها وقالت له لو طلبت إيدك وقلت لك ممكن تتجوزني هتقولي إيه؟ رد عليها من غير تردد وقال لها بقبل فورا حبيبة قلبي. بان على وفاء الخجل وأعجاب تايم حسن بيها خاصة إنه خلال الحلقة كان بيقول لها شعر، كان حاسس إنه مبسوط فيها رغم إنه معروف عنه إنه مش بيظهر في لقاءات كتير. من هنا بدأت علاقة الصداقة بين تايم ووفاء. علاقتهم ما خلصتش لما الحلقة خلصت، بدأت علاقة صداقة وبدأوا يترددوا على زيارة بعض ولقاءاتهم مع بعض، خاصة إن تايم منفصل عن زوجته ديما وكمان وفاء كانت منفصلة عن جوزها اللبناني. مع الوقت تحولت الصداقة بين تايم ووفاء لقصة حب، بدأوا يظهروا مع بعض كتير وبدأ الإعلام والصحافة يسألوا عن طبيعة علاقتهم لحد ما أعلنوا في 2017 عن جوازهم رسمياً. وطول مدة الجواز تايم ووفاء كانوا محافظين على خصوصية حياتهم وبعيد تماماً عن السوشيال ميديا، لكن من وقت للتاني بيظهر إشاعات عنهم إنهم انفصلوا، لكن وفاء قررت ترد على الإشاعات دي رد عملي. ظهرت مع تايم وهم ماسكين إيد بعض في حدث كبير في دبي وعلقت على انفصالها وقالت مفيش رد، الرد إن حياتنا الخاصة خاصة بينا، الحمد لله ربنا يخليهولي وما يحرمنيش منه وبإذن الله مكملين لآخر العمر. فيا ترى وفاء بعد ما أكدت إنهم مش منفصلين عن بعض هيعملوا لقاء تاني مع بعض زي زمان ولا هيحافظوا على خصوصية حياتهم زي ما وفاء قالت؟